اهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس اينما كنتم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. في حلقة هذا الأسبوع نناقش موضوعين مهمين. في المحور الأول سنناقش قدرة الشارع على التحرك والتأثير في القرارات العليا ولفت انتباه المسؤولين لقضاياه الحقوقية والخدمية بل وفي السياسية. المحور الثاني سنتناول فيه الكوليرا وعودتها الشرسة في ظل ضعف بل انعدام الإمكانات اللازمة لمكافحتها وما الدور الذي يتوجب على الحكومة الاطلاع به لاحتواء الجائحة وإنقاذ الضحايا. إذن في المحور الأول سنناقش قدرة الشارع على التأثير في القرار ولفت انتباه المسؤولين على كل المستويات لاحتياجات الخدمية والإنسانية فضلا عن الأولويات السياسية بحسب ما تشهده بعض مناطق الجنوب حاليا. عن عدن وتحرك الشارع في المطالب الخدمية وفان الزميل آدم الحسامي بالتقرير التالي. أصبحت عدن خلال عامين من خروج ميليشيا الانقلابيين منها عاصمة للاحتجاجات ربما لهامش حرية أفضل من العاصمة المختطفة صنعاء ومن زاوية أخرى لغياب الخدمات العامة رغم ما تعلنه الحكومة الشرعية وعشرات الدول الداعمة. كانت الاحتجاجات أولا منادية بعودة منظومة الأمن والقضاء بعد انفلات ما بعد التحرير لكن القضاء ما زال متعثرا رغم احتجاجات المحامين وأسر المعتقلين واستجابة الحكومة للاحتجاج باجتماعات لم تطبق وعودها على الأرض. الكهرباء ورواتب الموظفين شكلت المؤرق الأكبر للمواطنين وعبروا بكافة الطرق السلمية عن احتجاجهم لكن مشاريع الحكومة وحلولها ظلت متعثرة لأسباب فساد مستشر فيما معظم الوعود تذهب أدراج الرياح. آدم الحسامي، قناة بلقيس، لبرنامج المنصة، عدن. إذن لعل السؤال الأهم في هذه المرحلة الراهنة هل ما يزال الشارع في أي محافظة قادر على فرض أولوياته الخدمية أو مطالبه السياسية أم أن الصراع السياسي وظروف الحرب سلبت الشارع على قهوة وقوته حتى باتت لقمة العيش هي الأولوية الأولى والأجدر بأي جهد أو حماس يمكن القيام به. لدينا اتصال؟ مكرم العزب، اهلا بك اخ مكرم. اهلا وسهلا استاذنا. اخ مكرم، الظروف المعيشيه هل سلبت الناس قوتهم في التاثير على القرار؟ اول حاجه اسمح لي اول حاجه بدايه اهني قناه بلقيس لعامها الثاني انطلاقها للعام الثاني بهذا وكانت متالقه في خلال عملها خلال عامين. وبالنسبه لموضوع العمل السلمي والتظاهرات ومطالبة الناس بحقوقهم والمسيرات هذه أيضا العمل السلمي هو مهم جدا. الحرب لم تولد أو لم توجد إلا من أجل السلام ونحن أيضا كمدنيين نعمل من أجل السلام دوما ونسعى دائما لأجل السلام ولذلك الناس الآن المسيرات التي انطلقت من تعز أو من غيرها تطالب بالحقوق كمسيرة البطولة الخاوية انطلقت لأجل أول حاجة اعتراف بالشرعية ونحن نعمل في ظل النظام الحكومة الشرعية واعتراف بأننا نطالب هذه النظام الشرعية لن نطالب ميليشيا أو غيرها. العمل السلمي مهم جدا لأننا أيضا محتاجين لرب الناس العمل السلمي في ظل الحرب وفي ظل أيضا العنف الممارس الآن الموجود في البلد محتاجين بأننا نستمر سلميا وتستمر المسيرات السلمية ويستمر العمل السلمي حتى نصل إلى السلام وإلى تحقيق السلام في شكل عام في بلدنا كاملا. طيب بالنسبة لتعاطي الحكومة مع المطالب الشعبية كيف تنظر لها؟ يا أخي الحكومة الآن الحكومة بشكل عام هي موجودة خارج البلد وخروجها خارج البلد طبعا يمثل إعاقة حتى نفسية للناس وأيضا هناك أيضا موانع عسكرية تمنع الناس من التحركات الصحيحة والسليمة في اتجاه المطالب الحقوقية والحكومة بشكل عام إلى الآن لم تقم بدورها الحقيقي المناط بها في المناطق التي حررت في تعز مثلا أو في الكثير من المناطق الناس بدون رواتب 9 أشهر بدون رواتب يحتاجون إلى هؤلاء من المسؤول عنهم
يعني إذا كانت إذا قيل في الأثر بأنه امرأة دخلت النار بسبب هرة يعني حبستها لا خلطها لا طلعت جعلتها تنطلق تأكل ولا كذلك دخلت النار. لذلك نحن نطالب الآن الحكومة أن تقوم بواجبها الحقيقي تجاه مواطنيها لأجل أيضا عمل السلام. السلام مطلوب أيضا، الثقة بين المواطن والحكومة أيضا توجد بشكل وتعزز بشكل صحيح وسليم. طيب شكرا جزيلا لك مكرم. نعم. على رأيك. لدينا اتصال آخر. المعذرة. الأخ إياد المخلافي، أهلا بك إياد. إياد المخلافي، أهلا بك يا إياد. أهلا وسهلا بك. نعم إياد، ما العوامل باعتقادك التي أثرت على مستوى تجاوب الشارع مع مطالب المواطنين؟ ممكن بس إعادة السؤال. العوامل التي تؤثر على مستوى تجاوب الحكومة مع مطالب المواطنين؟ مطالب الحكومة في الوقت الحالي طيب اتصال آخر. الأخ شعيب القديمي، أهلا بك شعيب. مرحبا أخي ثاني، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله، وشكرا على مناقشة مثل هذه القضايا الهامة. حقيقة برنامج المنصة متميز بطاقمه وبوجودك أستاذي. طيب شعيب، كيف يمكن للشارع أن يستعيد قوته وألقه وبالتالي تأثيره؟ أولا المظاهرات أو المسيرات أو التجمهر تعتبر رقم واحد للشعوب لكي تتنفس وتعبر عن حريتها وعن آرائها ضد السلطات الظالمة أو أي نظام قمعي. هذا ما لاحظناه في التجمهرات والساحات والمظاهرات التي خرجت في 2011 في عموم محافظات الجمهورية، واستطاعت أنها تسقط نظام علي عبد الله صالح الذي ظل 33 سنة في الحكم، بينما هناك الأحزاب والمعارضات كانت من زمان تناضل ولكنها لم تستطع أن تحقق شيء، ولكن عندما خرجت الجماهير وهتفت بصوت واحد استطاعت أن تسقط هذا النظام. ظلت هذه الشعوب تناضل في عموم الربيع العربي وفي كثير من البلدان العربية، واستطاعت أن تسقط الأنظمة بأصواتها الحرة. اليوم في اليمن طغى حقيقة بسبب الحرب السلاح على أصوات هذه الجماهير، ولكن عندما تريد الشعوب أن تقتلع أو أن تنتزع هؤلاء الطغاة هي تعرف أن الحل الوحيد لها هو التجمهر والخروج بالمسيرات والمظاهرات. هذا هو الصوت والمتنفس لهؤلاء للشعوب حتى تقتلع هؤلاء الطغاة مهما طغى السلاح أو صوت السلاح على أصوات الجماهير. فصوت الشعب هو رقم واحد وهو الرصاصة الأولى في صدور أي نظام طاغي أو أي متكبر. شكرا جزيلا لك شعيب. يعود لدينا مرة أخرى الأخ إياد المخلافي، أهلا بك إياد. أهلا وسهلا إياد. السؤال المطروح، هل لا يزال الشارع مؤثر في ويستطيع فرض مطالب الناس؟ فكرة الشارع في الوقت الحالي أزيحت نوعا ما لصالح القوة ولصالح السلاح، لكن يبقى الشارع هو الحاسم. يعني المرحلة لم تكن ليست بهذه المساحة التي تعطي للشارع الحرية الكاملة ولا الجدوى الكامل من أي عمل نضالي في الشارع، لكن يبقى الشارع هو الحاسم. طيب الظروف المعيشية الآن التي يعاني منها الناس، هل ربما سلبت الناس قدرتهم على التأثير في أي قرار؟ ربما ليس مش الظروف المعيشية بقدر ما هي القوة التي فرضت على الناس والسلطات التي فرضت عليهم بقوة السلاح والقهر. فالناس يروا أنه لا جدوى من خروجهم ولا حتى من تضحياتهم أمام سلطات قهر وقمع وطرق بدائية تحكم بطريقة بدائية. ما لا تفهم هذه بالعمل السلمي ولا بالنضال ولا بالمظاهرات، وهي تعرف بذاتها أصلا أنها لم تأتي من الشعب هذا وإنما جت مغتصبة له. فإيش بيفيد أصلا أن الناس تخرج في وجوههم؟
طيب هذا بالنسبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا والانقلابي، لكن ماذا عن المظاهرات ربما وأصوات الشارع التي هي في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية؟ يعني ما فيش مسألة سيطرة كاملة لسلطة الشرعية، يعني هناك أشبه بوضع نقدر نقول عنه ميليشياوي وإن كان ينتمي إلى سلطة شرعية. فالناس هنا برضه في نفس الوقت ما تراش انه برضو انه هناك قدوة كبيرة، لكن تبقى ان خير الشارع هنا يهددهم. من هو في منطقة من ينتمي لسلطة شرعية لا شك يعرف مقدار الشارع ويعرف انه ينتمي لهذا الشارع، فهو يعرف في نفس الوقت انه بيمثل ضغط عليه وان لم يكن بالمستوى السابق في الوضع الطبيعي. لكن يا ما ارانا حاليا انه تستمر مسألة الشارع والاعتماد على الناس في تواصل، وإن كان الناس قد ذهبوا في بعض الأحوال أو أجبروا أنهم يذهبوا إلى السلاح وإلى القوة. شكرا جزيلا لك يا المخلافي. عن هذا الموضوع تلقينا مشاركات عبر صفحتنا على الفيسبوك نستعرضها. الأخ غالب يقول: أخي الحبيب ودي عطاء، الشارع الذي كان يستطيع ذلك قد انقسم إلى أربع جهات، إما مغيب في السجون أو نازح ومشرد في محافظات أخرى أو خارج الوطن، أو شهيد وجريح وهم يواجهون الانقلاب، أو شباب في المتارس والجبهات. الأخ حمود يقول: إطلاقا الحرب واستمرار تأجيجها ربما كان هروبا للوصول لهذه النقاط، أن لا يستطيع الشارع فرض احتياجاته. سعيد يقول: لم يعد هناك شارع ولم يعد هناك ناس. أيضا عن هذا الموضوع نستعرض بعض المشاركات المصورة. نعتقد أن الأسباب الرئيسية أن الحكومة غير قادرة على تلبية خدمات الناس من الكهرباء والمياه، النتيجة لأن نحن دولة خارجة من حرب، تمام، عشان كذا الامكانيات ضعيفه، ونحن حتى الان مضطرين ان احنا نبقى على مساعدات الدول الشقيقه والصديقه، وهذه المساعدات ما اعتقدش ان حتى الان تكون قادره ان تكفي كل احتياجات المواطن. لكن هذا ما يمنعش انه الحكومه ضروري ان تبذل اقصى جهودها عشان توفر الخدمات الاساسيه للمواطن، خاصه ان المواطن خارج من ظروف حرب ومحتاج انه نفسيا حتى على الاقل ان تكون قادره ان تتواكب مع المشاكل اللي تعرض لها. اذا تابعنا هذه المشاركه التي وصلتنا عبر الواتساب، واذكر بامكانيه التفاعل والمشاركه والتواصل معنا سواء من خلال الاتصال المباشر او ايضا من خلال التعليق عبر صفحتنا على الفيسبوك، والان هناك بث مباشر. اتصال. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي، هل هناك جدوى لخروج الشارع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخي، أود أن أشير أولا أن الحروب واستخدام القوة وحمل السلاح لم يكن فيها رابح على الإطلاق، وإنما فيها استنزاف الأرواح والممتلكات والثروات الخاصة والعامة. وأود أيضا أن أشير أيضا أن المظاهرات والمسيرات السلمية هي عنوان مهم بالتحضر والديمقراطية، ودليل على أنك صاحب عقل وحكمة وأنك صاحب حق وقضية. وأرى أيضا أن صوتي في المظاهرات السلمية سيكون أقوى من صوتي عند حمل السلاح، لأن الحروب واستخدام القوة هي عبارة عن حل المشكلة بمشكلة أكبر، ودائما ما تكون ثمارها أليمة، والدليل على ذلك الواقع الذي نعيش فيه. طيب بالنسبة للشارع، كيف يمكن أن يستعيد قوته وتأثيره؟ نعم، الشارع كيف يمكن له أن يستعيد قوته وتأثيره؟ والله يا أخي، شوف، عندما يكون الإنسان صاحب قضية وحق هناك طريق عديدة، بس احنا الان الوسائل الذي المتاحه لدينا هي الحركه المسيرات السلميه، لان جربنا في 2011 خرجنا في مسيرات سلميه وكان لها دور كبير في تحقيق الهدف الذي خرجنا من اجله، وهي رحيل علي صالح من السلطه. صحيح انه للاسف كان فيها ضحايا وشهداء، ولكنها لم تكن كالتضحيات والثمار الاليمه التي نجنيها اليوم عند استخدامنا القوة وحمل السلاح من كل الأطراف. وفي الأخير
إن المظاهرات السلمية هي أفضل وسيلة لتخليصنا من الواقع الذي نحن فيه وتحقيق جميع أهدافنا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. شكرا لك. وهذا ما أردت أن أقوله. شكرا لك محمد المساح من السعودية. اتصال آخر. ذو يزن، أهلا بك ذو يزن. ذو يزن يبدو أننا فقدنا الاتصال. طيب عن هذا الموضوع أيضا نستعرض بعض المشاركات المصورة. أتمنى أن من الجهات المختصة أن تتعاون مع الشعب وتشوف لنا حلول، يعني لم تمنق لس كده وإن شاء الله خير. يعني الوعود هذه الكاذبة إلى متى؟ والله زي ما يقولوا يعني الصبر جميل وإن شاء الله خير، لأنه في جهات مختصة يعني معنية بدي الشغلات، ونحن نأمل منهم أنهم يتعاونوا. صح أنه بغض النظر عن ما نعيشه يعني في حاجات تانية غير يعني غير الكهرباء مثل الرواتب ومعيشة الناس والظروف، يعني على الأقل انظروا المسائل أخرى، انظروا الكهرباء، انظروا يعني حسنوا من حالة المواطن، الشعب يعيش. إذن ننتقل للموضوع الثاني. فصيف كالعادة في المناطق الحارة هو موسم انتشار الحميات والأوبئة، أشدها تلك التي تأتي على الجسد في حالة ضعف المناعة، فكيف حين يداهم الوباء مدن مثقلة بالفقر والفاقة؟ الأشد فتكا هي الملاريا وتداعياتها، وأكثرها انتشارا للسهالة المائية الحادة والتي تعتبر الكوليرا أسوأ، وفي ظل أنواعها حالة الحرب القائمة التي تجاوز مداها 777 يوما، وتداعياتها التي أسفرت عن تدهور صحي ملموس حد بلغ تعطل أكثر من 50% من المرافق الصحية في الجمهورية، بل ارتفع العدد في محافظات ملتهبة كتعز إلى توقف أكثر من 80% من مستشفياتها ومراكز الصحية عن العمل، وبين حكومة شرعية عاجزة وميليشيا تنهب الموارد تراوح معاناة المواطن وتبقى مرشحة للمضاعفات الأسوأ. مؤخرا عاد وباء الكوليرا للظهور بعد قرابة عام على موجته الأولى التي كانت قد انحسرت بالإمكانات المتاحة حينها. حاليا عادت الكوليرا بموجة أشد ضرا، وطالت حتى الآن 8 محافظات في مقدمتها صنعاء. قبل البدء في النقاش واستقبال اتصالاتكم عن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي للزميل أسامة عادل. وكأن الحرب وحدها لا تكفي، الكوليرا مجددا تحصد أرواح اليمنيين وتضاعف مأساتهم في صنعاء والحديدة وعمران والضالع وغيرها من المناطق التي شهدت أكثر من 21 ألف حالة اشتباه بالكوليرا، توفي منها 103 حالات بحسب منظمة الصحة العالمية. الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر بالتحذير من انتشاره، مؤكدة أن الحرب كان لها الأثر الكبير في تفشي الوباء، لا سيما في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. منظمة اليونيسيف قالت إنها قامت بعلاج أكثر من 2000 حالة، فيما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها زودت 570 حالة بالعلاج اللازم. يؤكد مختصون أن تكدس أكوام القمامة وانتشارها في شوارع صنعاء أدى إلى انتشار وباء الكوليرا بين المواطنين، بالإضافة لما تسببت به الظروف الجانبية للحرب والتي ألجأت الناس للمياه والأطعمة الملوثة. استمرار إضراب عمال النظافة سيؤدي إلى تفاقم انتشار الأوبئة في ظل استخفاف الانقلابيين بحياة المواطنين واستمرار تراكم أكوام القمامة في جميع الأحياء السكنية. عشرات آلاف الأرواح باتت رهن وباء بدائي يمكن أن تتفاداه السلطات لإنقاذ أرواح الأبرياء، فيما موجة الانتقاد حملت المسؤولية المشتركة للسلطات على الأرض والمنظمات الدولية المتخصصة، فيما يذهب آخرون إلى أن جدية هذه المنظمات مرهونة بالتعامل مع هذه الكارثة التي تشهدها اليمن، خصوصا عقب الإعلان عن تعهدات جنيف المتعلقة بالمساعدات الإنسانية تجاه اليمن. يعيش اليمنيون على كف ضمائر المسؤولين، إلا أن المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين تبدو أشد خطرا أمام تدهور مستوى الخدمات الطبية وتساهل سلطات الانقلاب واستخفافها بأرواح الناس. وللحديث في الموضوع ينضم إلينا من عدن وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي. أهلا بك دكتور علي. بداية ضعنا في صورة الوضع الصحي مع عودة الكوليرا مرة أخرى إلى الواجهة. أهلا أستاذ سامي، شكرا جزيلا للأخوان في قناة بلقيس لهذه اللفتة الكريمة عن انتشار السهالات المائية الحادة الموجة الثانية الذي ظهرت في عدد من محافظات الجمهورية.
حقيقة نحن في العاصمة عدن قمنا بإنشاء غرفة عمليات مركزية في العاصمة، أيضا إنشاء غرف عمليات مركزية في المحافظات، غرف عمليات في المحافظات المستهدفة. تم توزيع أدوية ومستلزمات طبية، فتحنا مراكز في عدد من المحافظات المستهدفة لاستقبال الحالات. أيضا وزعنا الفحوص اللي اسمه الستريب اللي هو الفحص السريع في المراكز هذه، وأيضا فحص الانتسيرة للمختبرات المركزية الذي أتانا من قبل الأخوان في الهلال الأحمر الإماراتي. عندما تواصلنا معهم أنه نحن بحاجة ماسة لذلك، فتم إرساله خلال يومين من طلبنا لهم. وزعنا الأدوية في جميع المحافظات. نحن في السلطة الشرعية مسؤولون عن اليمن، كل اليمن، لكن الذي ملاحظه أنه سلطات الإنقلاب بعدم تعاملها مع السلطات الشرعية أثر سلبا في بعض الأمور الفنية والإدارية. ولاحظنا أنه الانتشار الموجة هي في جميع المحافظات التي هي تحت سيطرة سلطة الإنقلاب. كل ذلك يعني أثر سلبا نتيجة عدم تعاملهم، لكن نحن نتواصل مع جميع الشركاء الدوليين، وعقدنا اجتماعات في العاصمة عدن مع الكلستر اللي هو منظمة الصحة العالمية واليونيسف وطبعا مجموعة الووش. أيضا التقينا بالهجرة الدولية، لأن كثير من الحالات اللي ظهرت لنا منها من الأفارقة، فالتقينا بالهجرة الدولية لأنه هذه مهمتهم موضوع اللاجئين. كثير من الأمور يعني بدأنا نرتبها، وإن شاء الله في الأيام القادمة إنه يكون في تحسن. لكن نحن نطلب من الأخوان الشركاء الآخرين مثل وزارة المياه وأيضا في الصرف الصحي والنظافة أن يقوموا بدورهم، والسلطات المحلية وجميعها، وزارة الصحة العامة والسكان. طيب دكتور علي تحدث عن غرفة عمليات مشتركة ومحافظات مستهدفة، هل يفهم من هذا الكلام أن جهودكم ربما تتركز على محافظات بعينها، أم هي تشمل كل المحافظات وكل اليمن؟ لا، أنا أوضح لك في السابق أنه نحن مسؤولين عن جميع المحافظات، عن اليمن، كل اليمن من صعدة إلى المهرة. نحن في وزارة الصحة العامة والسكان هذه مهمتنا، لكن نلاقي بعض العراقيل بسبب وجود الميليشيات التي مسيطرة على 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 الوضع الوزارة في صنعاء، أنهم عدم التعاون مع السلطات الشرعية وغيره، فهذا أثر سلبا على كثير من الجهود. لكن نحن بدورنا مع كوادرنا في جميع المحافظات، فرق الترصد الوبائي، العمال، المرضين. لكن هناك حالات وفاة سجلت في المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية. نعم. في الجوف هناك انتشار، في تعز وفي محافظات أخرى أيضا في انتشار في هذه المحافظات، في جهود كثيرة تبذل مع الشركاء الدوليين. بعض المناطق التي لم نستطع نحن كسلطة شرعية الوصول لها، نصل لها عن طريق المنظمات الدولية، وأيضا مع كوادرنا المخلصة، كوادرنا ذات الضمير الحي الذي موجودة في هذه المحافظة. تعرف أنه كثير من الشعب اليمني عليه ضغوطات، لكن نحن نتواصل معهم بطريقة أو بأخرى. طيب الإمكانية المتوفرة لديكم الآن هل تساعدكم على مواجهة الكوليرا؟ حقيقة عندنا الإمكانية ضعيفة جدا، لكن مع الأخوان في منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، في جهود كبيرة، لكن الفجوة كبيرة جدا في البلد. 14 محافظة الذي منتشر فيها الإسهال المائي، في الجوف، في البيضة، في مأرب، في الجوف، في البيضة، في دمار، في صنعاء، في مدينة صنعاء العاصمة السابقة، فيها أكثر من 456 حالة إسهال مائي حاد، في عمران، في حجة، في المحويت، في إب، في تعز، ظهور حالات في الضالع. الفجوة كبيرة جدا وتبذل جهود، ونحن طلبنا من الأخوان في مجلس وزراء الصحة العرب، عملنا رسالة طارئة، وإن شاء الله ستدرج في الأسبوع القادم لقاء مجلس وزراء الصحة العرب في جنيف اللي برئاسة بلادنا على هامش الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية، سيدرج موضوع الجوائح التي تجتاح بلادنا مثل الإسهالات المائية الحادة المشتبهة بالكوليرا وحمى الضنك. طلبنا مساعدات عاجلة من الأشقاء العرب في ذلك، حيث أننا بلادنا تمر بوضع استثنائي صعب بسبب الحرب الذي شنتها الميليشيات على الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك دكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة. لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية، الأخ سامي. أهلا بك سامي. أهلا وسهلا أخي العزيز. أخ سامي، ما المطلوب الآن لمواجهة الكوليرا باعتقادك؟
والله يا عزيزي هناك مأساة في يعني في الوطن في الجمهورية اليمنية ككل في يعني في معظم محافظات الجمهورية هناك مأساة وهناك انتشار كثيف يعني لوباء الكوليرا في 15 محافظة. أولا نذكر الإحصائية الإجمالية لهذه الحالات أو لعدد الحالات في 15 محافظة والاتهامة طبعا النصيب الأكبر من هذا العدد، فهناك ما يقارب 76 ألف حالة مصابة بمرض الكوليرا في 15 محافظة والاتهامة العدد الأكبر كونها يعني الأكثر عرضة لانتشار الأمراض نتيجة لتردي الأوضاع الصحية فيها وكذلك انتشار الحشرات الناقلة للأمراض كالبعوضي والذباب. ثانيا نحن نطالب الجهة الحكومية أن لا تتنصل يعني من واجباتها تجاه المواطن والإنسان الاتهامي في الدرجة الأولى، وعليها أن تعمل يعني بكثافة وبهمة عالية. طيب أنت تتحدث عن الوضع الصحي الآن في اتهامة، كيف تنظر لدور الجهات المختصة في اتهامة والمعنية بهذا الموضوع؟ يا عزيزي الوضع الصحي في اتهامة لا يخفى على أحد في ظل غياب يعني الدور الحكومي أو في ظل غياب الدولة وكنتاج طبيعي لسيطرة الميليشيات الإنقلابية التي لا يأتي منها إلا القتل والدمار، وفي يعني في ظل سيطرتها على مؤسسة الدولة فهي عاجزة تماما من أن يعني تقوم بأي يعني خطوة لتنفع بها الإنسان في اتهامة أو في أي محافظة أخرى تحت سيطرة يعني تحت سيطرة الميليشيات، وهذا نتاج طبيعي لأي عصابة إنقلابية أو جماعات الإرهابية تسيطر في يعني على مؤسسة الدولة تحت قوات السلاح. نحن هنا نحمل المسؤولية الأولى الحكومة الشرعية وفي يعني حتى لا نكون حتى نكون منصفين أيضا، فللجانب الحكومي ممثلة في السلطة المحلية في محافظة الحديدة كان لي لقاء بالأخ وكيل المحافظة الأخ الأستاذ وليد القديمي قبل ما يقارب أسبوع، وناقشت معه عددا من هذه يعني الدور الإغاثي لمحافظة الحديدة وما يعني الخطوات التي قد يعني اتخذوها او سيتخذونها لرفع المعاناه او المكافاه يعني شكرا لك سامي لرفع المعاناه او عمل ما يستطيعون لمكافحه هذا المرض وايضا الاغاثه شامله في محافظه الحديده. شكرا لك سامي من المملكه العربيه السعوديه. سامي باري ينضم الينا الان عبر الهاتف مدير مكتب الصحه في الجوف مياز اليوسفي. اهلا بك استاذ مياز في الجوف، ما هي خططكم وكيف تعاملتم مع انتشار وعوده الكوليرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكوليرا بدات الاسبوع الماضي فبدأت بأربع حالات ومؤسسة وحالتين مشتبهة مع خلق بعض الاحتياطات المبدئية، فزاد العدد يعني يمكن زاد العدد إلى اليوم الحالات المؤكدة ثمان والحالات اللي هي مشتبهة 16 حالة مشتبهة إلى الآن، المؤكدة ثمان والمشتبهة 16 حالة. حاولنا تجهيز غرفة عزل في مستشفى الجوف العام، بعض التجهيزات البسيطة أو الإمكانات بدأت في فشل كلوي حاد، استطعنا إعادة التروية للكلى فتحسنت الحالات والحمد لله وخرجت متحسنة، وصلت اليوم حالتين بالإضافة إلى الثمان اللي كانت أمس الليل. الذي هم من طبعا كثيرة الحالات موجودة في مديرية الحزم ومديرية الزاهر بسبب كثرة عدد النازحين وسبب أيضا عدم الاستخدام الصحيح للمياه. طيب المعالجات المتخذة من باقي الجهات للحد من انتشار الوباء، هل هناك معالجات تتم لمثلا إرشاد الناس أخذ الحذر والحيطة ربما من المسببات التي تعمل على انتشار وتزايد الحالات؟ طبعا نحن عملنا إرشادات في وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل في إذاعة الجوف، أيضا أمس نسقنا مع منظمة محلية شبكة نماء بالتوعية بالكوليرا في المحافظة
في مع بالتنسيق مع مكتب التربيه في المحافظه للمدرسين والمدرسات، وفي البروشورات انزلناها على الاماكن، وان شاء الله نحن في صدد تجهيز لوحات في جميع الاسواق، النزول الى اماكن النازحين، النزول اماكن الذي في ترشيد المياه وتجفيف الاماكن الذي فيها مياه غير نقيه وتساعد على انتشار الوباء في المحافظه. شكرا جزيلا لك دكتور مياز اليوسفي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في الجوف. لدينا اتصال آخر، مدير مكتب الصحة في محافظة الضالع، أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. في الضالع كيف هو الوضع وهل هناك حالات سجلت مصابة بالكوليرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على تسليط الضوء بالنسبة لمحافظة الضالع. طبعا ابتدى الوباء في تاريخ 23 إبريل، أول حالتين سجلت في مديرية قعطبة وكانت الحالتين إيجابية، منها حالة إثيوبية وحالة من المهمشين في معزوب عامر، ولكن بعد هذا ظهرت الحالات في مناطق متفرقة في مديرية قعطبة ثم توسعت وشملت 8 مديريات في المحافظة. بلغت عدد الحالات طبعا قرابة 350 حالة سجلت الآن في المحاجر الرسمية في المحافظة، ومنها 5 حالات أخذت عينات زراعية كانت النتائج 3 إيجابية، أخذت من الفحص السريع 40 عينة وكانت 20 حالة إيجابية. الوضع لا زالت الحالات بتتوسع في إطار المناطق في كل المديريات، معنا 3 حالات وفاة. الحالة الأولى سجلت الوفاة من مديرية قعطبة في بداية الوباء، وحالتين سجلت من في مديرية الحشا في منطقة قريب من ماوية، هي إحدى الحالات جاءت من تعز وتوفت في الوحدة الصحية الشاعثة، وتوفت الحالة الأخرى يوم أمس أتت من قرية الشاعثة نفسها. طيب ماذا عن الإمكانيات المتوفرة لديكم؟ طبعا بالنسبة للإمكانيات طبعا هي زي بقية المحافظات، ولكن تم ترتيب طبعا مركزين لمعالجة حالات الإسهال، الأول في مديرية قعطبة في مستشفى السلام، والمركز الثاني في مديرية الضالع لاستقبال الحالات الحرجة إلى هذه المراكز، وتم طبعا التنسيق مع المديريات الأخرى البعيدة على أساس أنه ممكن يتم فتح محاجر مؤقتة أو نسميها مخيمات للاستقبال إذا في حالة أنه ظهرت حالات حرجة كثيرة في إطار المديريات الأخرى. طيب طبعا الإمكانيات الأخرى بالنسبة للأدوية والمستلزمات تم توفير تجهيز المراكز الأساسية هذه من قبل منظمة الصحة العالمية وتوفير بعض الأدوية والمحاليل الوريدية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد علي عبد الله مدير عام مكتب الصحة في الضالع. لدينا اتصال آخر. السلام عليكم. بسم الله. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ محمود. تفضل محمود. بداية أشكر قناة بلقيس على هذا البرنامج التفاعلي، وأتمنى لطاقم العمل كل التوفيق في مهامهم وأعمالهم. اسمح لي أن أعرج على أهم أسباب انتشار هذا الوباء، وهو عدم توفر المياه الصالحة للشرب. هذه المشكلة التي تفاقمت في اليمن نتيجة الصراع الدائر. أيضا نناشد الحكومة والمؤسسات الاجتماعية باحتواء المشكلة والقيام والعمل بواجبها يدا بيد للقضاء على هذا الوباء الذي يتمثل في تقوية نظام الترصد الوبائي والاكتشاف المبكر لحالات الإصابة. أيضا تعزيز إمكانيات مختبرات التشخيص مهم جدا، وتوعية المواطنين بخطر هذا الوباء. أشكركم. شكرا لك محمود على هذه المعلومات. اتصال آخر الأخ صدام، أهلا بك صدام. الأخ صدام. صدام الحريبي، أهلا بك أخ صدام، أنت على الهواء تفضل. اهلا وسهلا بكم. طبعا نشكر قناه بلقيس على تخصيص يعني وقت لهذه القضيه المنتشره هذه الايام خصوصا في العاصمه صنعاء. طبعا الوضع الصحي في صنعاء متردي جدا بعد تكديس القمامات في الشوارع في عدد من شوارع العاصمه صنعاء، وبالتالي سبب هذا التكديس للقمامه العديد من الامراض، منها مرض الكوليرا والذي انتشر بشكل كبير وحقق العديد من الإصابات والوفيات
فبالأمس وصلني خبر بأن عدد الوفيات حتى مساء الأمس كانت 8 وفيات إلى جانب 85 إصابة بهذا المرض. طبعا عمال النظافة بدورهم حسوا بهذا الأمر وشعروا بالمسؤولية مشكورين، وقاموا أمس برفع القمامات المكدسة من بعض الشوارع في العاصمة صنعاء، وقاموا بذلك مشكورين رغم أن رواتبهم موقفة ورغم أنهم يعني يكابدون العيش، ولذلك قدروا الإنسان في العاصمة صنعاء وخرجوا إلى الشوارع وقاموا برفع العديد من القمامات المكدسة وهم مستمرون حتى اليوم. ولذلك على السلطة القائمة في صنعاء أن تعمل على الحد من هذا المرض وتوعية الناس بكافة الأشكال حتى يعني يعيش المواطن بدون خوف من هذا المرض، لأن الآن المواطنون في صنعاء يخافون من هذا المرض كونه مرض قاتل. شكرا جزيلا لك صدام الحريبي من صنعاء. اتصال آخر. كيف؟ شكرا لك صدام. حتى الآن أعلن عن نحو 21,000 حالة اشتباه بمصابة بالكوليرا في 8 محافظات هي صنعاء والضالع وأمانة العاصمة والحديدة والجوف والبيضاء ومارب وإب، وللأسف توفي حتى الآن نتيجة الإصابة 103 حالات في إحصاءات غير رسمية، في حين أعلنت اليونيسف رسميا عن وفاة 51 حالة من عدة محافظات. كانت منظمة الصحة العالمية قد قالت أن وباء الكوليرا عاود الانتشار هذه المرة بشكل أكثر ضراوة من أي مرة سابقة، وتسببت الإسهالات المائية الحادة حتى الآن في إصابة أكثر من 2000 شخص بحسب الإحصاءات الرسمية. تأكد مخبريا أن أكثر الضحايا مصابين بوباء الكوليرا الفتاك. لدينا اتصال. اهلا بك الاخ عبد العزيز الدكتور عبد العزيز مدير مكتب الصحه في محافظه مارب. اهلا بك دكتور عبد العزيز. اهلا وسهلا استاذ سامي، احييك واحيي جميع المشاهدين. اتمنى ان اكون نطقت اسمك بشكل صحيح. استاذ فاضل. دكتور عبد العزيز، الوضع في مارب كيف هو؟ سمعت منك يعني في الاحصائيات تتكلم عنها، ذكرت محافظه مارب من ضمن المحافظات التي انتشر فيها الوباء. وانا اعدل هذا الخبر المعلومه. بفضل الله عز وجل اليوم لم تظهر لنا اي حاله في محافظه مارب، انما هناك استعدادات لمواجهه او للوقايه ان شاء الله تعالى من الوباء، نظرا لانه يحيطنا في المحافظات المحيطه بنا سواء صنعاء او الجوف او البيضاء. بناء على توجيهات المكتب التنفيذي والمقترح مقدم مكتب الصحه والمكتب التنفيذي، تم تشكيل لجنه من جميع المكاتب التنفيذيه المعنيه بالمكافحه ومتابعه مصادر الاغذيه لكي نقوم بحمله لمكافحه او الوقايه ومنع وجود الوباء في المحافظه ان شاء الله. توضيح مهم منك دكتور عبد العزيز، اشكرك. انه يعني كما كنا قلنا في ذكرنا في المقدمه وفي البحث الذي اجراه الاخوه في الاعداد، ان مارب إذن ليست فيها اي انتشار ولا اي حاله مصابه بالكوليرا، وهذا توضيح مهم لان هناك الان العديد ربما عشرات الآلاف نازحين في مارب، وبالتالي حتى لا يصابوا بالهلع ويبدأ الخوف بالانتشار بين طبعا لو قدر الله في مارب وحدث الوباء بلا شك أنه سوف يكون هناك كارثة لأنه لدينا في مارب حسب تصريحات السلطة المحلية ما يزيد على 1.5 مليون من النازحين. طيب هناك انتشار للكوليرا في المحافظات المجاورة لمارب الآن في الجوف والبيضاء، ما هي الإجراءات التي تقومون بها لمنع انتشار أو انتقال المرض، وبالتالي المحافظة معروفة أنها هناك حركة دخول وخروج من وإلى المحافظة؟ أي نعم، هو يعني لهذه الأسباب طرحنا في مكتب التنفيذي للمحافظة خطورة الوضع، وأدرك الأخوة في قيادة مكتب التنفيذي قيادة السلطة المحلية مثلا بمحافظة الشيخ سلطان العرادة حفظه الله ووكلاء المحافظة، وتم التوجيه بتشكيل لجنة من المكاتب المعنية بسلامة الأغذية وسلامة البيئة المحيطة بالمواطنين، وكذلك الجوانب الإعلامية مثل مكتب الإعلام وإذاعة مأرب، بحيث شكلنا لجنة بدأنا فيها بإجراءات على 4 محاور. المحور الأول جانب التثقيف والتوعية، نزلنا ونحن في صدد النزول
بحملة توعية شاملة لجميع التجمعات السكانية، المدارس والجامعات، وكذلك لتجمعات النازحين، تشمل هذه التغطية الإعلامية والتثقيف الإعلامي فرق تثقيفية من الصحيين ومن العاملين الصحيين ومن الناشطين في جانب الإعلامي والقنوات الإعلامية المتواجدة في المحافظة، وكذلك إذاعة مأرب التي لها دور كبير في توعية المجتمع هنا. المحور الثاني اللي هو محور تفتيش على مصادر الأغذية مثل المطاعم والمسالخ وسواق الخضرة، بحيث أنها تكون يعني ملائمة ومواكبة للحدث، يكون فيها نظافة بمستوى عالي حتى نستطيع منع وجود أو انتشار المرض من خلالها. المحور الثالث اللي هو الذي يعتمد على النظافة العامة للمدينة هو مكافحة الطفح في الصف الصحي ومعالجة اللي هو معالجة المياه، سواء مياه الشرب أو المياه تجمعات المياه الموجودة في القرى والمدن أو التجمعات النازحين، حتى نستطيع احتواء أو المنع السبب الرئيسي في انتشار وتفشي الجرثومة التي تكون بنقل الكوليرا. شكرا لك دكتور عبد العزيز شدادي. دكتور عبد العزيز شدادي مدير مكتب الصحه في مأرب، شكرا جزيلا لك. ينضم الينا من صنعاء المتحدث باسم اليونيسف الاستاذ محمد الاسعدي. اهلا بك استاذ محمد الاسعدي، ما هي الجهود والمساهمه من قبلكم في مجابهه ومواجهه عوده انتشار الكوليرا مره اخرى في اليمن؟ اهلا سامي، اريد ان اؤكد بالفعل ان هذه الموجه من الكوليرا هي الأكثر براوة منذ عقود، ربما هناك نظرا لارتفاع عدد الحالات التي سجلت حتى الآن في وقت قياسي وفي أيام قياسية. بغض النظر عن الأرقام، لكن هناك ارتفاع كبير جدا ومخيف. اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والسلطات الصحية في صنعاء وفي المحافظات الأخرى تعمل مع مراكز الترصد الوبائي، تعمل مع المرافق الصحية بحيث يتم استيعاب هذه الحالات وتوفير الدعم العلاجي اللازم. اليونيسف بمفردها قدمت 7 طن الأسبوع الماضي، ووصلت قبل يومين أكثر من 8 أو 9 طن من المساعدات العلاجية كمخزون، بحيث تم ارتفاع حجم الاحتياج. هناك منظمات كمنظمة الصحة العالمية ومنظمات محلية من المجتمع المدني والعامل في قطاع الصحة، وأيضا وفرت كثير من الإمدادات وساندت المرافق الصحية بالمحاليل المطلوبة. أيضا نحن في اليونيسف قمنا أيضا بالجانب الوقائي بعملية تنقية مصادر المياه بما فيها الخزانات، وخصوصا في المناطق الأكثر تضررا بما فيها خزانات المنازل والأحياء، وساعدنا كثير من الأسر الفقيرة باستبدال آنية حفظ المياه كالدبب اللي تسمى بأواني جديدة، ووفرنا لهم حقائب صحية نظافة شخصية بما فيها الصابين ومستلزمات النظافة الصحية، سواء كانت صابين المساحيق، غسل الملابس، غسل الأيدي، غسل الأواني إلى آخره، بحيث يتم رفع من منسوب النظافة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض. إلى جانب ذلك أيضا قمنا بمساعدة ومساندة سواء كان عن طريق المناصرة والتواصل مع الجهات وسلطات أمانة العاصمة من أجل رفع القمامة، وأيضا مساندتهم ببعض الأدوات اللازمة لمعالجة القمامة وآثارها بما فيها مواد تحليل القمامة كما أعتقد. علاوة على هذا أيضا نقوم بحملة توعوية كبيرة في وسائل الإعلام المحلية أو وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الشخصي كالواتساب، من خلال مجموعة من المتطوعين والمتطوعات على مستوى المحافظات المختلفة، سواء تلك التي شملها المرض الوضع. طيب أستاذ محمد، ماذا عن التجاوب والتفاعل من قبل الجهات المختصة مع جهودكم يعني كمنظمات؟ هل هناك تجاوب؟ لأنه الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة في البداية قال ربما من أسباب التقصير والانتشار هو عدم التفاعل ورمى بالتهمة على الانقلابيين. حقيقة العاملين الفنيين في وزارة الصحة في صنعاء ومركز الترصد الوبائي هنا يتلقوا يعملون على مدار الساعة، يعملون بشكل رائع وبجهود طيبة وممتازة جدا بصراحة، لا يستطيع أن يلقي عليهم باللوم والتقصير، خصوصا أنهم يعملون بلا رواتب وبلا أجور. هؤلاء هم أبطال وجنود مجهولون بحقيقة. مراكز الترصد الوبائي في كل المحافظات ترفع تقاريرها إلى المركز الرئيسي في صنعاء، ويتم تحليل البيانات وعكس الخطط على ضوء هذه البيانات.
لا نستطيع ان نتجاهل عند 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 الطوارئ عند هذه الاحوال. تعمل الاجهزه الفنيه في وزاره الصحه كجهاز واحد كجهاز وطني موحد. شكرا جزيلا لك استاذ محمد. الوطني والجهاز الوطني الموحد منظمه اليونيسف ومنظمه الصحه العالميه. شكرا جزيلا لك استاذ محمد الاسعدي المتحدث باسم اليونيسف، كنت معنا من صنعاء. نتابع ونقرا بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الفيسبوك. الأخ عبد الرحمن يقول رفع القمامة التي تسببت في ذلك وتوفير المصل والعلاج اللازم على وجه السرعة لدى جميع المستشفيات حتى تكون في متناول الجميع، والإعلان عن ذلك للناس ليتمكنوا من إسعاف المصابين بأقصى سرعة، ونسأل الله اللطف بعباده. الأخ راجي يقول رفع القمامة والعمامة والإمامة. طيب مشاركة. عزت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، من لم يمت بالقصف يموت بالكوليرا، لذلك لابد من تكاتف الجميع لتلافي هذه الكارثة. إذا كانت الحكومة تركت مواطنيها وموظفيها في الداخل يموتون من الجوع والمرض وأيضا طلابها في الخارج، فيذهبوا بشرعيتهم وسياستهم القذرة إلى الجحيم. الأخ صلاح يقول المطلوب من الحكومة أن تخجل ولو خجل بسيط تجاه حال المواطن السيئة على جميع الأصعدة. اخجلوا، حكومة عاجزة عن مشكلة عن معالجة مشكلة النفايات. إذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، تحية طاقم البرنامج ومعد ومنتج البرنامج الزميل وديع عطا، وأيضا الزميلين عمر نهمي وزميلة علي اليافع. شكرا لكم.